نروح دلوقتي بمناسبة الأهلي والوداد إلى واحد من أهم المدربين اللي دربوا النادي الأهلي، أهم المدربين اللي دربوا النادي الأهلي عشان هو حصد بطولة مع النادي الأهلي، بطولة كبيرة وغالية مع النادي الأهلي، هي الكونفدرالية الأفريقية، هي البطولة الوحيدة في تاريخ النادي الأهلي هي اللي حصدها الكونفدرالية الأفريقية، لأن لم يحصد الكونفدرالية الأفريقية سوى مع جاريدو. ميزة جاريدو كمان أو خوان كارلوس جاريدو إنه لعب أو درب النادي الأهلي ودرب أيضا نادي الوداد طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا، علشان كده هنتكلم معاه في أمور كثيرة، هنتكلم عن أمور كثيرة سابقة وأمور كثيرة لاحقة، هنتكلم عن تفاصيل ذكرياته مع النادي الأهلي وأيضا حاضر النادي الأهلي وكيف يواجه الوداد المغربي، أمور كثيرة مع المدرب الأسباني خوان كارلوس جاريدو. معانا دلوقتي واحد من اهم المدربين اللي جم في النادي الاهلي في السنوات العشر الاخيره، حقق مع النادي الاهلي انجاز كبير وهو الفوز بالكونفدراليه الافريقيه، البطوله الوحيده في الكونفدراليه الذي يفوز بها النادي الاهلي، بالتاكيد قبل مواجهه كبيره، مواجهه الاهلي والوداد. معانا المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي وايضا للوداد المغربي الاسباني خوان كارلوس جاريدو. خوان كارلوس جاريدو، مساء الخير، مشرفنا ومنورنا. السلام عليكم. اهلا جميعا، اهلا مساء الخير، شكرا لكم لانني سعيد جدا لكوني معكم وكوني مدرب سابق للنادي الاهلي واقامتي في الاهلي ومصر جميعا، شكرا لكم. احنا كنا دايما سعداء بيك في مصر ودايما سعداء بتواجدك كان مع النادي الاهلي ومع الانجاز اللي عملته مع النادي الاهلي. قبل ما اتحدث كثيرا عن النادي الاهلي وبالتاكيد اتحدث عن مواجهه نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد، لازم اسالك، شاهدت ازاي اليوم الدرامي في البريمير ليج في الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي والحسم كان لمانشستر سيتي في النهائي؟ المان سيتي لا أعرف، أنا أيضا لكن أيضا محمد صلاح كان يستحق، هو لاعب كبير، ولكن مانشستر سيتي أنا لا يستطيع أن يلعب بشكل جيد، ولكن ليس لدي الكثير للقول والتحدث عن هذا أو هذا المباراة. طيب محمد صلاح، على ذكر محمد صلاح، هداف الدوري الانجليزي في 5 مواسم، ثلاث مرات يفوز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الانجليزي، كيف تشاهد محمد صلاح بهذه الروعه وهذا الثبات في المستوى؟ محمد صلاح هو لاعب كبير وهو شخصية قوية ويعرف كيف يقدم أفضل مستوياته، وهو لديه شخصية كبيرة كلاعب يقدمها في الملعب ويستحق أن يكون من ضمن أفضل اللاعبين في العالم. أعتقد أن هو في الفترة التي كنت فيها في مصر كان لدي الكثير من الأصدقاء الذين كانوا يتحدثون عن صلاح، هو شخص جيد ويعرف ما يفعله وهو يستحق أن يتواجد دائما ويشرف ويقدم أفضل مستويات مع منتخب بلاده ومع فرقته. هو شخص ودود ولاعب عظيم ويستحق ذلك.
طيب قبل ما اتحدث معك عن حاضر النادي الاهلي لابد ان اتحدث اولا عن ماضي النادي الاهلي معك وانجاز الكونفدراليه الافريقيه والفتره التي قضيتها مع النادي الاهلي، ماذا تتذكر منها؟ هو هي ذكرى عظيمة بالنسبة لي. الأهلي فريق كبير، وهو فريق كبير على الناحية المادية والعالمية، ولديه لعيبة بإمكانيات ضخمة مثل أحمد فتحي وكثير من اللاعبين الشبان، وهناك كان بعض الإصابات، ولكن هي كانت حقبة وفترة جيدة جدا، وأنا كنت سعيد جدا للأداء الذي قدمناه، وقد فزنا بكأس الكونفدرالية وأيضا فزنا على الزمالك في كأس السوبر، وهو كان لدينا الكثير من المباريات الصعبة، ولكن المشجعين دائما كانوا في صفوفنا وقد دعمونا جيدا، وأيضا وهو يعتبر من أفضل آخر أكثر الألقاب العالمية الدولية التي قد حققها النادي الأهلي في الفترة التي قضيتها، وهي كانت فترة كبيرة وعظيمة بالنسبة لي. بعد أن رحلت عن النادي الأهلي، هل في أي لحظة من اللحظات فاوضك النادي الأهلي للعودة مرة أخرى؟ نعم، لقد فكرت كثيرا، وقد أحيانا قد حاولت، ولكن هناك ظروف أو مناسبات أهلة، وأيضا أتابع الأهلي في بعض الأحيان، وكانت خبرة جيدة لي كثيرا، ولكن في الظروف تلعب دورها، ولكن أنا قد مررت بعد ذلك قضاء سنوات عدة في دول أخرى، وفي الآخر عدت إلى فالنسيا. هل تتابع النادي الأهلي في الوقت الحالي؟ نعم، أحيانا أتابع البطولات الأفريقية، تشامبيونز ليج أو دوري الأبطال الأفريقية، وأنا أعرف الكثير من الفرق، وأنا متابع جيد الفرق المغربية والجزائر ودول شمال أفريقيا بالأخص، ولكن ليس لدي الفرصة الآن لتدريب أحد الفرق هناك. أنا متابع جيد لهذه المباريات، ويشرفني أن أعرف هذه الدول والدوريات التي تجري هناك. رأيك إيه في المستوى الذي يقدمه النادي الأهلي الآن؟ رأيك إيه في مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا في النادي الأهلي وبالتأكيد المدير الفني بيتسو موسيماني؟ الأهلي هو فريق مفضل للفوز بالبطولات، ولديه شغف وجمهور كبير، وهو الذي يدعم ويقف في ظهر اللاعبين، الجمهور الذي يدعمهم للفوز بالبطولات. كل لقب يطالب الجماهير بلقب بعده، وهو الذي يعد تنافس قوي يقدمه النادي الأهلي في جميع المباطلات، ولكن اللاعبين يستطيعوا مواجهة الصعوبات التي يقابلونها أو يلتقونها في خلال المباريات، وهذا الذي يسببه وجود الجمهور والشغف، وأنا أعتقد أن اللقب الأكثر أهمية بالنسبة لي وبالنسبة للأهلوية في هذا الحين كان لقب البطولة الكونفدرالية. بالتأكيد. طيب، سؤالي القادم ليك وهو أيضا يخص النادي الأهلي، ولكن أيضا يخص نادي الوداد والمباراة النهائية يوم الاثنين القادم، نهائي دوري أبطال أفريقيا. دربت الوداد ودربت الوداد في وقت قريب، وبالتأكيد دربت النادي الأهلي. كيف ترى هذه المواجهة، وشايف مين له الأفضلية في هذه المواجهة؟
بس لو يومه ديفيتي لو يومه ديفيتي هيكون فرا ماتش لوكوتيكو صعب جدا لبين لكلا اوكي الفريقين، سون باونوسيكوس لان تيني هم سواريز لديهم لاعبين جيدين تيني وخطط جيده، una gran afición tienen وكلا dos منهما لديه públicos ya dos جمهور equipos كبير. son aficiones son públicos هم فرق son كبيره fans ولاعيبه تعرف muy كيف pasionales ان تلعب ولديهم muy الشغف، entregados a su equipo وهم porque tienen مجتهدين جدا في porque الملعب apoyan mucho a su equipo ولديهم جمهور y entiendo que يدعمهم. va a ser un partido muy difícil para los dos وهو سيكون ستكون porque مباراة صعبة لكلا cualquier منهما، detalle puede حيث cambiar el أن partido obviamente son dos equipos bien المباراة organizados bien بين trabajados فريقين dos equipos يعملين con بجد calidad وبجهد colectiva y con لنيل calidad individual البطولات y los وحصد dos tienen الألقاب، muy buenos jugadores ولديهم إمكانيات ولاعبين كبار. إقامة المباراة في المغرب على ملعب الوداد المغربي، شايف إنها تعطي للوداد أفضلية ولا الأهلي له الأفضلية دائما بصفته حامل اللقب لموسمين متتاليين؟ nunca se sabe puede ser yo creo que al لا final يمكن معرفة los ذلك، هو equipos نهائي، élite كلا entrenadores الفريقين jugadores estamos وكلا acostumbrados المدربين a jugar والملاعبين en لديهم estadios الرغبة con في un اللعب ambiente muy والفوز، fuerte con una gran presión ambiental وكل منهم y لديه por lo الرغبة tanto para والشغف، ninguno de los jugadores que esté en el campo va a ser ninguna sorpresa el وكل ambiente que se منهما puedan يحضر encontrar المفاجآت en el estadio لمفاجآت الخصم yo في creo que الملعب. وأعتقد es أن posible que haya más aficionados de هناك Unidad de الكثير من Casablanca con el hecho de Sporting الجماهير التي Casablanca رفضت que اللعب también في estoy seguro que المغرب، van a viajar وهناك الكثير muchos من سيسافرون aficionados del Ahly entonces مسافات كبيرة بالأخص creo جمهور que en الأهلي، el estadio va a haber un buen ambiente ولكن y hay ستكون jugadores مباراة que ذو incluso أجواء رائعة، les puede afectar positiva o negativamente que haya más ولكن aficionados الأهلي de un equipo de otro quiero decir que سيتقبل ذلك al final que haya más aficionados de حيث un equipo no أن garantiza que هناك ese equipo سيكون vaya هناك a تحدي ganar كبير el للفوز، fútbol se va a jugar en el campo en وكلا terreno de الفريقين juego سيلعبون في hay 11 ملعب jugadores y lo واللاعبين que se ve en el campo de juego la سيقومون calidad ببذل el trabajo جهد táctico el fútbol يتميز creo que من va a لديه ser más الأفضل importante para definir أداء un partido وجودة que في lo que haya en تنفيذ en خطط las gradas المدربين. الأهلي كان عنده مشكلة وكان عنده أزمة أو اعتراض على إقامة المباراة في المغرب أرض الوداد أو ملعب الوداد، رأيك إيه في هذا الاعتراض؟ هل للأهلي الحق في هذا الاعتراض أم لا؟ sobre eso no puedo opinar no tengo ni idea y eso ليس لدي أي no فكرة tengo عن noción de ذلك، fútbol yo no te puedo hablar de ولكن por نحن qué se eligió نتكلم un estadio عن porque se eligió otro no lo sé eso habría que preguntar a los dirigentes de la CAF que ellos sabrán por qué han elegido ese estadio solo te puedo decir que من الممكن أن conozco نقول bien ese أن estadio أنني أعرف es un جيدا gran estadio أن es decir que الفريقين فرق كبيرة وكلا منهما يستطيع الفوز وحصد اللقب. طيب السؤال اللي جاي ليك أيضا يخص التحكيم، فيكتور جوميز واحد من الحكام اللي أكيد قابلتهم قبل كده في مباراة سواء مع الوداد أو مع النادي الأهلي، فيكتور جوميز هو حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا، رأيك إيه في هذا الحكم؟ نعم me أعرفه arbitrado جيدا، أنا شاهدته وقابلته في بعض المباريات، وهو كان حكم المباراة التي فزنا فيها بالكونفدرالية، وأعرفه وقد رأيته في الكونغو، أنا أعرفه جيدا، وهو سيقوم بخوض مباراة هامة أيضا في المباراة في النهائي. السؤال اللي جاي ليك يخص خوان كارلوس جاريدو المدرب الاسباني الكبير، وفيما يتعلق ببيان رابطه الدوري الاسباني امبارح بخصوص الصفقه الاهم في هذا الموسم، صفقه كيليان امبابي اللي ضاعت على ريال مدريد، واعتراض رابطه الدوري الاسباني على هذه الصفقه بقاء كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان، رايك ايه في هذه القضيه؟ هي مفاجأة لأنه كان يبدو أن كيليان مبابي قد وقع على ريال مدريد، ولكن كيليان مبابي قد جدد وهذه نقطة إيجابية أيضا له، وهو لعيب ذو إمكانيات عالية وقد حصد لقب كبير مع فريقه، وفي إسبانيا هناك الكثير من الداعمين له، ولكن هذا ما يبدو له جيد، وهو ما يفضل ذلك، هو يشعر أنه في منزله فليستمر نحو الأفضل أينما كان. مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، كيف ترى هذه المواجهة؟
هو مباراة عظيمة. أنا عندي كل الأخبار والمعلومات ومتابع جيد لها وهنتظر هذه المباراة بشغف. ستكون مباراة كبيرة، ستكون مباراة كبيرة بلا شك، لا يمكن توقع شيء، لا يمكن تصور أي سيناريو. كلا الفريقين يعتقد انهم اعتقد انهم الافضل الفرق على مستوى العالم حاليا. كلا منهما لديهم فرقا جيده ولاعبين جيدين زي محمد صلاح، زي ساديو ماني في ليفربول، وهم فريق قوي جدا. وعلى النقيض في ريال مدريد هناك فريق متكامل يلعب كره جيده ويقدم مباريات رائعه. انا اعتقد ان ادعم ريال مدريد، الفريق الاسباني. اتمنى الحسن الحظ لمحمد صلاح، ولكني اتمنى فوز ريال مدريد. بعد هذه المباراة، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، هل تتوقع انتقال محمد صلاح لريال مدريد كبديل لصفقة مبابي؟ أعتقد أنه لاعب جيد جدا وسيكون صفقة جيدة جدا، لأن محمد صلاح لاعب كبير يقدر ولديه الإمكانيات في اللعب في أي فريق ريال مدريد، وهو لاعب رائع وسيكون إضافة كبيرة امتلاك لاعب مثل محمد صلاح، وسيحقق نجاحات كبيرة على ما أعتقد، وهو بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم. محمد صلاح وبنزيما سيشكلون مزيجا رائعا في الفريق. يعني لو انت ليك النصيحه انك تنصح محمد صلاح، تنصحه بالبقاء في ليفربول او الانتقال الى ريال مدريد؟ انا ساقول له ان افضل شيء يمكن ان يفعله انا يسعدني كثيرا ان اراه يلعب، ولكني أنا لا أستطيع أن أنصحه بالانتقال. هو يعلم كثيرا ما يفعله، ويعلم كثيرا ما يقوم به أكثر مننا، وهو يعرف كيف يلعب وكيف. وأتمنى له حظ سعيد، ونحن نستمتع بمشاهدته يلعب في فريق. بالتأكيد محمد صلاح كان له موقف عظيم في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، وقت أن اصطحب مؤمن زكريا في غرفة خلع الملابس، وأكيد شاهدت هذا الفيديو الشهير. أنا عارف أن علاقتك بمؤمن زكريا علاقة كبيرة، كيف شاهدت هذا الفيديو؟ هو شيء رائع مميز لي جدا، وكان شيء جميل جدا وودود من جانبه، لأنه فعل هذا لأن مؤمن يستحق ذلك، وقد أثر في كثيرا ذلك، وهي حركة وإشارة جيدة جدا من لاعب كبير، وهي خبرة جميلة. كان شيء رائع جدا، أعجبني كثيرا وأدهشني، وأشكره بشكل شخصي لأنه قد اصطحب مؤمن زكريا معه، وهو شخص طيب وجيد جدا شخصيا، ولكن يجب أن ندعم جميعا مؤمن ونعطيه الأمل في الشفاء، ودائما أن نقف بجانبه. طبعا إن شاء الله ربنا يشفي. بمؤمن زكريا، هل أنت على اتصال بأي من لاعبي النادي الأهلي اللي دربتهم وقت تواجدك في النادي الأهلي؟ نعم، أنا أتواصل جيدا معهم عبر تويتر وإنستغرام، ولكن أنا أحاول أن أتواصل معهم من حين لآخر، ونتظل على تواصل باستمرار عبر رسائل هاتفية، عبر رسائل صوتية. فكانت فترة جميلة، وهذا أقدره كثيرا، وهذا أحبه.
اي من لاعبي النادي الاهلي وقت تدريبك للاعبي النادي الاهلي كنت شايف انه قادر على اللعب في اوروبا، قادر على اللعب في افضل الانديه، لاعبين تتذكرهم بشكل جيد على مستوى الاداء الفني؟ تريزيجيه está jugando en ha jugado en Bélgica, en Inglaterra, en Turquía. Tريزيجيه es un chico هناك تريزيجيه هو لاعب كبير جدا، هو يلعب حاليا في تركيا، هو لديه كثير من العمل والجهد والموهبه التي تستطيع ان يلعب في اماكن كثيره، وهو لاعب كان لاعب صغير وجيد. وايضا عبد الله الصعيد كان لاعب مهاري وموهوب جدا وذو جوده عاليه، ويستطيع ان يلعب في دوريات كبيره. وفي اوروبا هناك لاعبين كثيره، هناك انديه كثيره يمكن لكثير من لاعبي الاهلي اللاعبين بها، ولكن هناك لحظات نستطيع ان نقول ان ليس لديهم الفرصه او لم تسنح لهم الفرصه ليلعبوا في انديه كبيره، ولكن من الأفضل أن أنصح بعض اللاعبين أن يستمروا أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه في النادي الأهلي وأن يقدموا أفضل أداء، لأنه نادي كبير، ليس هناك فرق كبير بين الأندية الأوروبية ونادي الأهلي. النادي الأهلي هو نادي وأيقونة كبيرة. لاعب كنت معجب به في الدوري المصري وكنت أتمنى ضمه في النادي الأهلي وقت توليك المسؤولية؟ أعتقد أن أيمن حفني في الزمالك كان لعيب كبير جدا في الدوري المصري. هل تعلم أن وليد سليمان هو الموسم الأخير لي مع النادي الأهلي هذا الموسم، قرر الاعتزال نهائيا؟ كلمة توجهها لوليد سليمان، هذا الاسم الكبير في تاريخ النادي الأهلي. وليد سليمان هو لعيب جيد جدا وشخص كويس جدا، وهو واحد من افضل اللاعبين بالنسبه لي، الافضل من حيث الاداء والجهد وحب النادي. كان بالنسبه لي بطل كبير يلعب في صف فريقي. بالتاكيد بمناسبه الزمالك اللي ذكرته في الاجابه قبل الماضيه بالنسبه لايمن حفني، يعني هل عرض عليك نادي الزمالك في أي لحظة من اللحظات أو في أي وقت من الأوقات تدريب الفريق؟ لا، لم يحصل هذا أبدا، لم يحدث. يبدو أحيانا الناس تقول بعض الشائعات، ولكن يقول أن هناك بعض التفاوضات، ولكن عرض رسمي أو اتصال رسمي من جانبهم لم يحدث هذا أبدا، ولكن هناك بعض المعارف أو الـ أو الـ أو الأقارب الذين قد تفاوضوا معي أو عرضوا علي هذا، ولكن أي شيء رسمي لم يحدث هذا من قبل. وأنت لا تمانع تدريب نادي الزمالك في المستقبل؟ أنا ممكن أن أقبل أي فريق يكون قد بالنسبة لي يبدو لي كفريق جيد، أنا أقبله كمدرب، أنا مدرب محترف وأفضل أن أدرب دائما الفرق الكبيرة، ولدي بعض الشروط الشخصية والغير شخصية، ولكن الزمالك فريق كبير، من الممكن أن أقبل هذا كما قابلت من قبل عرض النادي الأهلي. هذا هو المجال الرياضي، ويمكن أن تدرب أي فريق مدرب محترف، المهم لدي أن يكون فريق جيد وفريق يمكن حصد الألقاب معه. ليس هذه الحال أنني لدي عداوة أو خصومة مع الزمالك، ولكن أنني قد أقبل أي عرض يأتي لدي من فريق كبير، وبالنسبة لي المهم هو العمل مع فريق ذو شخصية وذو جودة عالية يستطيع أن يحقق أو أن أحصد معه أي بطولة وأن أقدم أفضل عمل لدي. لو سألتك التجربة خلال تجربتك في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية بالنسبة للتدريب، يعني إيه أفضل تجربة بالنسبة لك وإيه التجربة اللي أنت تحب تنساها؟ أنا عجبتني الفترة التي قضيتها مع العين السعودي، فهي دولة كبيرة جدا السعودية، وكانت فترة جيدة جدا بالنسبة لي.
طيب لو سألتك هل بالنسبة للعروض اللي جات لك في الفترة الماضية وبعيدا عن نادي الزمالك، هل وصلك أي عرض من أي نادي في مصر غير نادي الزمالك والنادي الأهلي؟ نعم، قد جالي بعض العروض محددة من بعض الأندية، ولكن أنا لم أقبل أي منهما لأنني لم أرى أي عرض يتناسب معي في هذه الفترة. أنا أحب مصر ولكن لم أقبل العروض التي جاءت إلي لأنها لم تكن مناسبة للقبول. أندية مثل مين؟ بيراميدز، الإسماعيلي، الاتحاد مثلا؟ ولكن أنا لن أقول هذا المصرح، هذا هو شيء شخصي، ولكن كان هناك بعض العروض الظاهرية التي عرضت علي وأنا لا أستطيع أن أصرح عن هذا. الأسباني خوان كارلوس جريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وأيضا نادي الوداد المغربي ما قبل مواجهة النهائي الأفريقي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شرفتنا ونورتنا.